كثير دعم بعد الله من الشبان اللي تعرفوهم يوم بعد خطوط رسمية يوم أخرين بعد 18 عام يوم أربعة ولا خمسة لأنهم من السامة فقط كثيرة وعندهم شباب مستقبل إذن سنتر دو فورماسيون غادي نبقاو مهتمين به مع الإكراه اللي كاين بأن هذه السنة ما توصلناش بالميزانية من واحد سنتر دو فورماسيون اللي تقدر 120 مليون سواء العلم مستوى بورت مثلا على وين مستوى آخر إذن جي دو لو سيريو لا ديسيبلين لا كونتينيتي التعاون لا سينيرجي هما هما أسباب النجاح ديال أي فريق وخاصة في الوقت الحالي اللي خاص الرئيس أن ولا العنصر المادي عنصر فاعل سي ان فاكتور اسونسييل في نابورت كي ديفلوبمون ايمان سيرتو دون الفولي سبورتيف سيرتو بارتيكولارمون لو فوتبول ما حياش مع خلال الصفقة ديال 220 مليار 300 مليار 500 مليار كل واحد له إذا خصنا كما قال السي محمد سامسر خصنا نصبروا ساجد ونحاولوا نقلبوا على قنوات اللي نجيبونها الاموال لان المال القاب راه قرار معروف خصنا نحدوا الهدف ديالنا حتى على المستوى ديال المشاركه ديالنا في البطوله ولا المشاركه ديالنا في الكاس او على مستوى المشاركه الافريقيه خصنا نعرفوا شنو خصنا لان التحديد ديال الاموال هي اللي كتحدد الاهداف ديال الفريق سيد الرئيس انا كنطلب منه على انه نطوروا العمل ديالنا في التدبير على مستوى الاداره وعلى المستوى ديال التدبير ديال الفريق بصفه عامه سواء على مستوى الفريق الاول او على مستوى الفرق الصغرى. خاصنا التكوين هو اللي نديروا عليه هذا هو الحاجه اللي نقدروا نركزوا عليها اكثر. الا مشيت للبيبليسيتي راه ما تجيبوش برانش وغادي ناخذوا دابا هذا الشيء ديال الخصيصيتي ما تعولوش على بزاف ديال الناحيه باش تمشي بحال حيت هذا الشيء ديال خويكا معروف دائما كان وما نبغيش الخوت اللي بغا يواجهني يدوي معايا فرونش ما نبغيش بدا يدوي ورا ظهري انا كنقول اودي راه كاين الرجالات داخل المنخرطين يقدروا يعطيو الاضافه راه ماشي كلشي كيتحل بالقانون وماشي كلشي كيتحل بلوسيك الهرم الكبير فوق روسنا وعينينا هادشي حتى واحد ما كيتعطاش دعم على سواد عيونه ولكن كيدير العلاقات كيجيبوا الفلوس لان اللي غايز التليفون عاد الطراب ما كاينش فينا واللي غايز التليفون عاد الرمضاني كاين فينا ربما انا باش نبدا نفضل شي على شي ونعطي بعض الاسماء ولكن كاين ناس اللي تقدر تعاقب رمضان ولكن كاين ناس اللي راه ما تفوقش الكتاب تجيب شتبير من العام اذا هاد الحوايج راه ضروري اللي غايفيد يزيد إذا غنديرو 11 ديرو 13 ولكن اللي يفيد يزيد ماشي بالهضره اللي يفيد فتح الابواب اللي يجيب شراكات اللي خاصو يكون ان المفروض انه هادشي اللي قال الاستاذ هو كان المفروض يتعالج في وقته ماشي المفروض تنجيو دابا حنا هذا العام كله غناقشو وربما نبداو نخرجوا من هنا تعتبر نقاش عادي ونزيد الامور ونبقاو غادي فلهذا الاخوان حنا فعلا كاين اشكال هو مدير اللجان ما كاينش لجان حتى انا كانت راه ما كاينش لينا اجدادتي يعني ما عرفتش واش دارت شي لجان من المكتب غير في المكتب البيت اللي هي المفروض تكون اصلا المكتب دابا حاليا عدد المنخرطين اعتقد ما فيهش كاع 30 راه ما تحضرت 120 كما قال السيد الرئيس المفروض هادو لجان تكون لجان هاد اللجان غتعاون مزيان وغتناقش القضايا وتكون عندها فاش كيكون اجتماع المكتب كيجي عضو لجنة على الاقل كيقول المكتب ها واقع هادشي اللي ما كان فرصكم اما الا كان فرصكم كاع هادشي اللي كان واقع هذه راه مصيبه بمعنى ان التسيير راه ممكن ما يمشيش بيه.